عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاونوا مزيان؟ الامور هانيه، فيديو جديد، نهار جديد يا اخوتي. اليوم راه الحراره مبروك عواشركم، ندخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وبالرزق ان شاء الله باش كنتمناو. المهم اخوتي كيف كتشوفوا، جيت كنسلق هنايا خيزو، ها هو. المهم غادي ندير شويه ديال الكفته في الطاوله ان شاء الله، ونتمنى من الله تقبلوا عليا. المهم غادي نقاد السابوره ديال التليفون. المهم اخوتي ايفون طفاليا وكنصور دابا بالريدمي. المهم كيف قلت لكم سلقت خيزو، هنايا الكفته ان شاء الله غادي نديرها في الفران، غادي نقطع عليها واحد البصيله كيف كتشوفوا. ايوا كي دايرين؟ اش كتعاودوا بخير؟ عواشركم مباركه، بصله خاصره، الصحه والسلامه وطول العمر باش كنتمناو ان شاء الله. المهم كان ورا البنات درتو تما كاين الصح، داك الحوت الحال سخون. نقطع واحد البصيله، باش يبان ليكم. بغيت نديرها في الطاوه في الفران، نسيت ما جبتش هذيك الطاوه ديال الدجاج، نسيت ما جبتها مع عند الوالده. عرفتي البصلة كتشريها زوينة، ملي كتحلها كتلقايها خاسرة. واش عندكم شي حاجة سخون بحالنا ولا غير شوية؟ عندنا الحال طايب البنات، معرفت واش تبعها الشتا، معرفتش. شويه الربيح، نتدور عليه قبل شويه. شويه الكمون، كفته كتبقى شويه الكمون. مبغيتش نقليها، ديرها شويه بشويه في الفران. السحور هادو راكم عارفين البنات، صافي ندير شويه ديال الملح وندير شويه تشوف البودرة، الحالة كندير بيدي البنات. باينة واخا مكتعجبنيش بغيت نديرها في الكفتة. شويه نشا، ندير شويه الزيت، ندير فيه البنات، ندير فيه الشطه.
تبدا بحال شكل دعوة الكبسة باش نحيد الناس ظهري كيدا راني ما عرفتش علاش كنت تحت واحد الطيحه ودابا ظهري كيدا راني كنحني بزاف البنات كنديرها باش كنلقى راحتي قاتني قاتني هاد الظهر ما عرفتش من واش البنات حيت هاد الكفته في الفريكو ما خاصنيش نرد على الفريكو كتقول لي درتي بزاف دي كونجولات ما خاصنيش نردها المهم هادو البنات البنات شاطو ليا كانوا عندي في الفريغو جبت شوط سخنتهم نديرو مع نعمة الله صافي ما تاكلش هادو شوط لحيم وصافي راه درت جبدو من الفريغو اش غندير ليهم راه حماض داكشي لي فيه عاوتاني ياكلو من الغنيمات وياكلو من الغيرات خوتي غنطحن عصير ندير خزو المهم كيف كتشوفوا اخوتي فسكت شويه ديال الخبز في الماء ها هو درت ليه الماء غنخشي اخوتي في الفران
مهم اخوتي هذا هو الطبق ديالنا كيف كتشوفوا، درتوها العصير واحد شويه الكيكه عطاتها ليا سميه، ما فيها اختي ما يديرها في الطبصيل، ما فيها ما يغسل الماعن، زوينه صايبته ومفشفشاها فنه. تشهيت ناكلها مع العصير، وهذا راه الخبز باقي كيسخن، غنكب العصير في الكيسان ونقول لكم احنا بسمع لكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه. المهم اخوتي غنغرف ليه هنايا الطاوة سخونة، ما هو ما كيبغيش ياكل داكشي سخون، تهلات فيك نزيدك. المهم هانتم اخوتي هاد الفرشية كنحط فيها، وهذا هو دوز لي هنايا، هذا هو سحورنا. نقول لكم هنا بسلامة عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.